بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم على قناتكم قناة أشرف القاضي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن ستار نت كاريوكي في ثوبه الجديد. ستار نت كاريوكي أو كاريوكي اس اي. اس اي هنا يا جماعة بترمز للبوردة الجديدة بتاعتنا أو البوردة الخاصة بالجهاز اللي أصبحت بتحتوي على زراير بريس، وفي نفس الوقت الشكل الجديد المجمل لجهازنا ستار نت كاريوكي. ستار نت كاريوكي او النسخه البرو جولد، النسخه البرو الذهبيه من جهاز ستار نت. ستار نت كانت في البدايه عامله جهاز ستار نت كاريوكي النسخه الاولى، بسم الله ما شاء الله. النسخه الاولى يعني حازت على اعجاب جميع المستخدمين، الحمد لله رب العالمين. كاريوكي نفذ من حوالي 4 شهور او 5 شهور وبيطلب لغايه اليوم، ناس كتير ما كانتش لاقياه. دلوقتي نزل النسخة الجديدة او اللي هي البرو جولد او النسخة البرو او ستار نت كاريوكي اس اي، النسخة الذهبية او الجهاز بالكفر الذهبي. الجهاز بتاعنا زي ما احنا شايفين كده، اولا يعتبر بيفرق بعض الحاجات عن الكاريوكي القديم، لكن انا بشوفه هو قريب جدا من الكاريوكي اللي عندك في بيتك، بيختلف بس السيرفرات والشكل والبوردة تعتبر اختلفت بعض الاختلافات، لكن هو برضو خارج من مصنع فونكس والمعالج بتاعنا 2517 دي المطور انتاج 2023. ده جهازنا النهاردة ستار نت كاريوكي. طبعا جهاز ستار نت كاريوكي كان يعتبر هو كينج البث الارضي الرقمي في مصر، اقوى وافضل جهاز تقدر انك تستخدم عليه البث الارضي الرقمي، لان تيونر الجهاز بسم الله ما شاء الله تيونر قوي وحساس جدا للاشاره. الجهاز عندنا فيه مميزات وفيه امور كتير هنتكلم فيها، بس انا بشوف الفرق الجوهري بين القديم والجديد كستار نت القديم، لان سالت السؤال ده كتير قوي على القناه في المنشورات والبوستات اللي كنت منزلها على المنتدى الخاص بقناه مهندس اشرف القاضي. ايه الفرق بين القديم والجديد؟ الفرق ببساطه البوردة اختلفت وتغيرت عن البوردة القديمة، بس مش الاختلاف اللي يقول لك انا يعني خسرت ان انا جبت الجهاز القديم. الجهاز القديم نمبر 1 بصراحة ربنا، جهاز محترم ويحترم، جهاز الله اكبر، الكل اشاد بصورته، الكل اشاد باستقباله بس الارض الرقمي وبالسيرفرات الموجودة على الكاريوكي. الكاريوكي دايما منور في كل بيت موجود فيه بصراحة، لانه هو كجهاز الحمد لله رب العالمين اللي بياخده بياخده لحبايبه، لانه عارف ان الجهاز كسوفت وير وهارد وير ودعم فني ممتاز جدا من ستار نت. جهازنا النهارده هو ستار نت كاريوكي النسخه الجولد او نسخه الاس اي البرو جولد. الجهاز النهارده ده الشكل بتاعه زي ما احنا شايفين كده. هنتكلم على خصائص الجهاز وكمان على المنصات الموجوده على الجهاز. جهازنا عليه منصات مشاهده، اول جهاز يعتبر في مصر حاليا موجود عليه 10 منصات حقيقية، 10 منصات مشاهدة حقيقية، 10 IPTV حقيقي موجود على الجهاز بتاعنا ده، مجموعهم 20 سنة. عندك 20 سنة مجموع للسيرفرات دي. وفي نفس الوقت هنتكلم عن السيرفرات وكمان الميزة الجديدة في البرو جولد او في كاريوكي اس اي الجديد، ان عليه 3 منصات لسه اول مرة ينزلوا على اجهزة ستار نت، وفي نفس الوقت انت بيبقى عندك 10 منصات IPTV، منهم مثلا 6 منصات هم نمبر 1، هم الطبات، هم اللي بيتجددوا دايما والناس بتدور على تجديداتهم حتى على الاجهزه اللي ما عليهاش السيرفر بيدوروا عليه عشان ينزلوه اكستريم. هنا الفرق بقى واضح جدا ما بين القديم والجديد، بقى في عندك منصات موجوده لاول مره. انت عندك سيرفر مافن المخضرم، سيرفر معروف جدا في السوق المصري، سيرفر يحتوي على كم هائل جدا. عندك كمان سيرفر ميجا الدبابة نزل اخيرا على الجهاز عندنا، ولسه في سيرفرات تانية طبعا، ده مع المارفل هنا موجود، مع النوفا اللي اصبح سنتين على النسخة الجديدة هنا، مع الدراجون، مع الهاها، مع الفورس، مع يبقى عندك هنا كمية سيرفرات كبيرة فيها قوة بالنسبة لأداء الجهاز كخدمة منصات. غير كمان الشيرنج بتاعك، الشيرنج بتاعنا عندنا جوسات بلس فيرجن 3 الخاص بالشيرنج، وكمان عندك سانا فونكس موجودة على الجهاز
لان الجهاز اصلا في الاساس خارج من مصنع فونكس. كمان عندك صوتيات الجوسات 5 سنين، عندك الجوسات سب تايتل الترجمه البرو، جوسات سب تايتل برو موجود عندك هنا، اصبحت الترجمه الاحترافيه موجوده على جهازنا ستار نت كاريوكي. كمان عندك صوتيات الفونكس مع صوتيات الجوسات موجوده هنا على الجهاز. عندك تايم شيفت، تخيل تايم شيفت في جهاز 2 جيجا رام وكمان فلاش 16، عندك هنا تايم شيفت 40 ثانيه، كان الاول 30 ثانيه، والحمد لله مع اخر سوفت للكاريوكي الاصدار الاول وصلنا ل 40 ثانيه، فبقى عندك هنا تايم شيفت عالمي 40 ثانيه مع صوتيات الجوسات الجباره. صوتيات محترمه جدا وشغاله، وشغال عليها ناس تعبانين فيها بصراحه كدعم فني. كل ده موجود على جهازنا النهارده اللي هو قدامنا، اللي هو اسمه كاريوكي اس اي او كاريوكي البرو جولد او كاريوكي نسخه البرو. طبعا الجهاز بما انه مصنع فونكس ونفس المعالج، هنلاقي عندنا الريموتات هي الموجوده مع نفس كاريوكي القديم. عندك 2 ريموت، واحد بلوتوث اللي هو على الصوره بتاعتنا، واحد ريموت ال ام موجود على الجهاز. وهنتكلم عن شكل الجهاز، انا عارف الناس كلها مستنيه تشوف شكل الجهاز، مستشوف العلبه بتاعه الجهاز. هنعمل ايه بالعلبه يا عم الحاج؟ هات لنا الجهاز نشوف شكله وخلينا نشوف الدنيا. هنشوف الدنيا حالا، خليكوا معانا. ده شكل جهازنا النهارده اهو، ستار نت اس اي، مكتوب عليه كاريوكي ستار نت كاريوكي اس اي، دي النسخه الجولد. طيب طبعا دي احنا مش بنحبها، ولو جالك حتى من غير اللزقه يعرف انها وقعت من الحر لانها مع الحر بتقع لوحدها. تمام، ده شكل الجهاز. طبعا زي ما قلنا في هنا 3 زراير بريس، واحد للباور، واحد لتقليب القنوات للامام وللخلف، وفي نفس الوقت الزراير دي بتستخدمها في المنيو، استخدام التقليب في المنيو برضو بينفع معاك. تمام، طيب ده شكل جهازنا ستار نت كاريوكي اس اي او الايه الجولد او الذهبي او البرو. طبعا ده الشكل الجانبي، طبعا ده الشكل الخلفي للجهاز، وهنا الجزء الجانبي من الجهاز. طبعا هنا فتحات التهويه الموجوده باسفل الجهاز. تمام، طيب هنيجي كده لشكل الجهاز الخلفي. زي ما احنا شايفين كده موجود عندنا اكتر من مدخل. لو اتكلمنا على اول مدخل عندنا زي ما احنا شايفين، ده مدخل الار اف او جاك الار اف الخاص بالبث الارضي الرقمي او الدي في بي تي 2 الخاص بالجهاز. تمام، مدخل البث الارضي الرقمي، طبعا عشان تشغله لازم تجيب اريال او تعمل سلك اريال لو انت في دور عالي او حاجه، او تحط سلك فوق السطوح وتنزل منه جاك الاريال وتركبه هنا وتبدا تعمل بحث الي، هينزل لك قنوات الارضي خصوصا عشان قناه اون تايم سبورت اللي بتذيع دوريات افريقيا واي ماتشات للمنتخبات على ارض مصر. تمام، عندنا بعد كده طبعا اللي خلي بالك برضو، يعني يا ريت برضو نوضح حاجه للاخوه العرب اللي بياخد الجهاز ده في اي دوله عربيه، لان الجهاز متاح للشحن الدولي. عندك هنا تقدر تستخدم او تستقبل قنوات البث الارضي الرقمي بتاعه دولتك، بمعنى انت قاعد في السعوديه هتقدر ان انت تستقبل قنوات البث الارضي الرقمي الموجوده في السعوديه عن طريق اي اريال، وبتبدا تحط جاك الار اف وتبدا تعمل بحث الي او توليف الي لقنوات الارضيه او البث الارضي الرقمي، تختار نوع البحث على ضبط الهوائي من عندك، حاجه اسمها دي في بي تي 2 او البث الارضي الرقمي، وتبدا ان انت تعمل بحث الي بينزل لك اي قنوات بث ارضي رقمي في دولتك بسهوله. طبعا عندنا بعد كده فتحه ال ام بي الخاصه بالسلك الدش او الطبق بتاعك عشان تقدر تستقبل عليه على الاقمار. وكمان خلي بالنا الجهاز بيقبل تشغيل الدايزك التجميع بتاعنا او دايزك تجميع الاقمار الاربعه مخرج والثمانيه مخرج، بس انا عايز اقول هم اسمهمش اربعه وثمانيه مخرج، هم يعتبروا مدخل للجهاز، لان هم اربعه مدخل وثمانيه مدخل، لان انت بتدخل سلك ال ام بي الخاص بالقمر في الدايزك وتبدا تاخد الخرج بتاع الدايزك على المكان ده عشان تبدا تولف الدايزك بتاعك على الجهاز من التركيب. تمام، عندنا بعد كده فتحه اللان الخاصه بكيبل الانترنت، الجهاز فيه واي فاي مدمج حساس جدا للاشاره، ودي ميزه كويسه جدا في جهازنا النهارده. وكمان يعني واي فاي بيلت ان موجود هنا، وعندنا فتحه لان موجوده او فتحه ايثرنت موجوده في الجهاز، تقدر تشغل كابل النت مباشر
تقدر تشغل الواي فاي لو في بيتك في واي فاي يبقى بتشغل واي فاي داخلي ده او ده. ناس كتير بيقول لك احنا بنحب كيبل الانترنت لان البنج بيقل، تمام، شغل كابل الانترنت او الكيبل النت مباشر بيكون افضل من الواي فاي في حالات كتير جدا. بعد كده عندنا فتحة ال HDMI، الجهاز بيشتغل بدقة الفول اتش دي 1080 بكسل مع 60 اطار في الثانية، فبيديك صورة عالية الاداء وجودة عالية، وفي نفس الوقت صورة اي صورة او اي جودة اتش دي موجودة على اي قناة بتلاقي صورتها تحفة فنية، بتلاقي الصورة قوية جدا وادائها قوي حقيقي. عندنا بعد كده في فتحتين، فتحة التحديث باللودر مالكش دعوة بيها، وفتحة تانية مكتوب عليها AV. AV دي لو انت عندك تلفزيون قديم في جاكات ملونة اللي هو جاك الاوديو والفيديو، بتبدأ ان انت تحطهم، تجيب جاك اتنين في واحد، بتحط هنا الجاك وتحط اللونين في الجهاز العادي التلفزيون العادي زي تلفزيونات تيليمصر وان اي سي وتوشيبا القديم، ينفع ان هو يركب، تمام. بعد كده عندك فتحة الباور 12 فولت موجودة في الجهاز. دي الفتحات الاساسية والرئيسية، ودايما بنساها فتحة اليو اس بي. فين انت دايما بتشرح الجهاز بتنسى اليو اس بي؟ طب انا مش هنساه المرة دي، اهي فتحة اليو اس بي هنا من الجنب، ومعاها فتحة سنسور الاي ار، بس انت الجهاز ما بيجيش معاه سنسور اي ار او الشاشة الديجيتال الرقمية، ما بتجيش. بتجيش ليه؟ لان الجهاز نفسه فيه شاشة رقمية، ودايما بنصح ما تحطش جهازك ورا الشاشة مدام الجهاز فيه شاشة رقمية، خليه يا اما تحت يا اما فوق يا اما في اي جنب. وكمان بيجي لك كيبل اتش دي ام اي مع الجهاز لهذا السبب طويل، يعني بيجي لك كيبل متر عشان تقدر ان انت تحط الريسيفر تحت او فوق الشاشة او في اي جنب، ما تحطوش ورا الشاشة عشان تستفيد من الاضاءة بتاعة الشاشة عندك، بتديك جميع بيانات الجهاز. هنا شاشة رقمية بلون برتقاني جميل كده، بتديك لون قوي كمان، تقدر ان انت تشوف كل خصائص الجهاز، قنوات تقليب الباور الساعة، كل ده هنا في الواجهة بتاعة الجهاز، تمام. ده بالنسبة لجهازنا النهاردة وهو جهاز ستار نت كاريوكي. طيب احنا هنتكلم بقى على المنصات. احنا كده وريناكو شكل جهازنا النهاردة اهو، دي فتحات الجهاز زي ما احنا قلنا، ودي كل شكل الجهاز من كل الجوانب عشان يبقى اسمنا قدرنا ان احنا نشرح الجهاز من كل اتجاه. طيب جهازنا النهارده دوت اولا بيجي معاه اتنين ريموت، واحد ريموت بلوتوث واحد ال ام، وكمان والاتنين بيشتغلوا على الجهاز. الريموت العادي بيشتغل على الجهاز بدون عدسه خارجيه، عدسه اصبحت مدمجه في واجهه الجهاز فبتقبل من الريموت العادي. وكمان في ميزه حلوه قوي بقى منزلها ستار نت في اجهزتها، ان انت تقدر ان انت تولف اي ريموت ال ام عندك على الجهاز، تقدر تولف الريموت اي ريموت عندك على الجهاز في حال ان الريموتين عندك لا قدر الله حصل فيهم اي مشكله، عن طريق خاصيه جديده هنقول لكم عليها اثناء الشرح، تمام. كمان الجهاز بتاعنا النهارده ستار نت كاريوكي بيجي معاه كيبل متر، بيجي معاه الاثنين ريموت، وبيجي معاه ادابتور 12 فولت. هنتكلم دلوقتي على منصات الجهاز. الجهاز بتاعنا عليه منصات كتير قوي، وطبعا احنا اتكلمنا في البدايه عن المنصات الموجوده على الجهاز، هنتكلم عن عدد السنين الخاصه بالمنصات. طيب لو اتكلمنا على اولا الجهاز، زي ما قلنا التايم شيفت فيه 40 ثانيه، فطبعا دي بتديك امكانيه انك تشوف كل اقمار الفيدات بسهوله، بتقدر تحط التايم شيفت اللي انت عايزه ما دام معاك 40 ثانيه. طيب لو اتكلمنا اولا التيونر بتاعنا، التيونر زي ما قلنا حساس جدا ارضي وفضائي، وكمان عندنا يا جماعه الجهاز بتاعنا خاصيه التايم ديلاي موجوده فيه، تايم ديلاي ريمبر، والخاصيه دي يعني بتديك تذكر تلقائي للتايم شيفت الخاص بكل قناه بدون عمل ده في كل مره، ودي ميزه طبعا بالنسبه للجهاز. الجهاز بتاعنا يا جماعه عليه سيرفرات زي ما قلنا 10 سيرفرات، عندنا النوفا لمده 24 شهر، موجود عندك سيرفر نوفا بلس الاصلي اللي هو الفي 2 ده لمده 24 شهر يعني سنتين، وعندك سيرفر مارفل لمده سنه، سيرفر اكس لمده سنه، وعندنا سيرفر جديد هو سيرفر بازوكا. انا نسيت وقلت ان هو سيرفر في بدايه الكلام اتكلمت وقلت ان هو سيرفر كوبرا، لا سوري هو سيرفر بازوكا، اسمه بازوكا، والسيرفر دوت جديد وكان نازل على جهاز عندي برضو، والسيرفر كان شغال ما شاء الله كويس جدا. فعندنا سيرفر بازوكا لمده سنه، عندنا سيرفر ميجا الدبابه لمده سنه، عندنا سيرفر مافن لمده 12 شهر سنه برضو، وعندنا دراجون لمده سنه، كمان عندنا سيرفر هاها برو
لمدة 3 سنين، وكمان عندنا سيرفر كيوت لمدة 5 سنين، وسيرفر فورس لمدة 3 سنين. كل السيرفرات دي يا جماعة موجودة عندنا على جهازنا بدعم فني شامل. هنتكلم برضو يا جماعة على الجهاز عندنا بالنسبة للإمكانيات زي ما احنا شايفين كده في الصور والمكونات. طبعا الجهاز داعم لخاصية ضبط أي ريموت LM عن طريق الـ RCU Learning، دي موجودة في التفضيلات في الجهاز. وكمان الجهاز داعم للترجمة الفورية الجوسات برو على أي قناة وأي أمر. وكمان الجهاز داعم للتحديث البيس أونلاين مع كمان جميع أنواع الشفرات والشيرنج. الجهاز يا جماعة طبعا داعم لغلق الأقمار بالكامل بالقفل الأبوي. وكمان زوم سيجنال موجود عندنا، تقدر تكبر إشارة أي قناة في حال لو أنت بتظبط أي طبق. طبعا الجهاز ما شاء الله الله أكبر عليه إمكانيات عالية جدا. وزي ما قلنا إحنا الجهاز بتاعنا الستار نت كاريوكي كدعم دعم مميز جدا. الجهاز بيجي لك عليه ضمان سنة حقيقي، أي مشكلة بالنسبة للضمان الجهاز مسؤول مني ومسؤول من الشركة. وفي نفس الوقت التحديثات الأونلاين، الجهاز ده تقدر إنك تحدث جهازك في أي سوفت جديد. لو تابعت القناة عندي أو تابعت الجروب الدعم الفني على الفيسبوك، موجود جروب كبير قوي اسمه ستار نت الدعم الفني، لو دورت على الفيسبوك هتلاقيه. هتقدر ان انت توصل لكل خصائص الجهاز، اي تحديثات هتلاقيها بتنزل على الجروب وكمان بينزل لك على الجهاز. بتخش في الجهاز على سوفت وير ابديت، بتخش بتلاقي تحديثات الملفات القنوات شهريا، بينزل لك ملف جديد مرتب عربي ومفيد، تاني ملف باللغة الانجليزية، ترتيب عربي وترتيب انجليزي باحترافية وبنظام مميز جدا. ملفات قنوات حقيقية موجودة، كل شهر بينزل لك تحديثات للسيرفرات، بينزل لك تحديثات للسوفتات، وفي نفس الوقت امكانيات كل الجديد بينزل كل شهر، بتلاقي شيء جديد في السوفت. ودي ميزة من ميزات اجهزة ستار نت وخصوصا مع الكاريوكي بتاعنا. كل الاجهزة الحمد لله ليها دعم فني شامل، وكل الاجهزة ليها تحديثات اونلاين اذا كان سوفت وير او ملفات قنوات. وانت قاعد في بيتك تقدر تحدث جهازك، وتقدر كمان في نفس الوقت تنزل ملف قنواتك اللي انت محتاجه. طبعا ده كان الجزء الاول يا جماعة من شرح جهاز كاريوكي اس اي او كاريوكي النسخة البرو الجولد او الذهبي. وان شاء الله الجزء الثاني ان شاء الله خلال 24 ساعة يكون نازل على القناة. اي استفسار اي التعليقات موجودة طبعا عندك في الفيديو، سيب تعليقك وان شاء الله بنرد مباشر. دمتم بصحة وبعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.